السلام عليكم اخوتي الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. درت اليوم اخوت واحد الفيديو مع رفيق، ضحكنا شوية، هضرنا على شي مواضيع. كانت جات اخوت واحد البنت، دوك اللي كيديروا وراني كونغ هنايا، كيجيو عندنا مرة في السيمانة. وكنت سولتها وقلت لها زعما واش تبغي تنقي لي الدار، نعطيك 10 اورو في الساعة. قالت لي اوكي. وجات شوية روتر مسكينة، دخلتها غير الكوزينة، انا كنت جالس في البون تسمى، هبطت للكوزينة زعما تقشقش مسكينة والله، نقيتها كامل، جبدت داكشي كامل، نقيت لي كلشي، دارت فيها ساعة، عطيت لها 10 اورو. وغدا غادي تجي ان شاء الله، غادي دير لي الصالون والباد وبيت النعاس، على حساب هكا واحد 3 سوايع، نعطيها واحد 30 اورو الخوت، فوقاش ما يعني نشوف الدار هكا غلب عليا الحال، نعيط لها مسكينة تجي بيها تسترزق الله مسكينة، وبيها نعاود انا نكون مرتاح في داري. صافي هادشي اللي كاين. ايوا دابا خوت نمشي ندوش، مردوش ان شاء الله، نمشي ننعس، غدا عندي واحد الرونديفو الخوت، هادشي اللي كاين. يلا تصبحوا على خير. شو عينيك يا ولاو؟ شو صغار والله لا صغار. غدا غادي تجي، غادي نجبد لها كل شي الخوت، وغادي نحيد هاد الكامين منا، خصها تسيق من تما، نحيد لها هادي، خصها تجبد داكشي من تما تسيقو. هاد الحجاب غادي نصبنا الخوت، المهم دير لي الزاج ديال الباب وديال الفينستا والمرايا الزاج، المهم تنقي منا تيبيش. انا قلعتها غنصبنا الخوت، تنقي لي منا ونقلع لها الطبلة، تشطب وتسيق لي منها، تمسح داكشي داك الآيات ديال القرآن، عاود تمسح هادشي اللي الفوق يا الخوت. صافي ونديها لبيت النعاس، تما الكسوة تطويها لي، تنقي لي الشرانك، غنجبد لها داكشي كامل، و يعني نوري لها واش غادي دير لي الكركويات فين تطويهم، السراول فين تطويهم. ومن بعد فاش تكمل تمشي للباد، دير لي الباد الخوت. صافي على حساب واحد 3 سوايع، نعطيها واحد 30 اورو وانتهينا الخوت. والله ما عنديش الرغبه، والله ما عندي الرغبه، كان عجز ونجيبها هي بعدا. تسترزق ربي مسكينه، واحد البنت رومانيه يكون عندها جو هذيك 30 32 سنه. عندي النمره ديالها، المهم فوقاش ما احتاجيتها، قالت لي فوقاش ما شفتي الدار ديالك، يعني هكا شويه يعني بغيت نقي، ولا قولها لي ما كان حتى شي مشكل. وصافي الخوت نجي نخليها انا دير داك دير الخدمه ديالها، صافي وتكمل الخدمه ديالها، نخلصها باش الواحد عاود يكون مرتاح. حيت الخوت ملي كتكون الدار نقيه كنحس بالراحه، كنوض الخوت نمشي للكوزينه، ندير غير داك الكاس ديال القهوه كنشربو وكنرتاح، يعني الدار تكون نقيه. ايوا صافي هادشي اللي كاين الخوت ان شاء الله. يلا تصلوا على فراشكم، تصبحوا على خير، حتى الغدا ان شاء الله. مع السلامه.